حياكم الله و 1999 هي بداية حلقتنا اليوم من 2024 لين 99. والله عمر 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 تونا داشين ها الجامعة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية. الله والله ذكروني فيها كانغ وون. كانت هذه البطولة هو تميمتنا في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 99، وهو أو هي كوم أو جو ميدوري، اسم التميمة جو مدوري. قال أنا يعني قسمتها لكم جو مدوري، إذا بقولها سريع جو مدوري هو شبل دب أسود نصف قمري. لحظة، دب أسود أحبني بحد كيفهم، وهم يبون دب أسود وهو نصف قمري. منحوت هذا الشبل شبل الطفل الأسود نصف القمر، وهو الرمزي لمقاطعة كانغ وون، وهو ذو ملامح بشرية اللي رحب باللاعب الجنوبي الشرقي مع قرص مضغوط وابتسامة ودية، ويرمزون أو رمزين للتقدم الدائم إلى الأبد، واللي يشمل أيضا بتحقيقهم لآسيا من خلال استضافة الألعاب الآسيوية. وتم استبدال شعلة الشعلة بالشمس وهو رمز الألعاب الآسيوية. أما بخصوص شعلة كانغ وون 99، تم استخدام الرمز الأصلي لكوريا تايغويك، وهو كأس الألعاب لرسم دورة الألعاب الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى تايغويك وهو يجمع التحالف أيضا بين شروق شمس البحر الشرقي وأيضا رقائق الثلج الناعمة في فصل الشتاء. الشمس يرمز إلى الألعاب الآسيوية، وهو تعبير عن أملنا في المشاركة في الألعاب الرابعة في مقاطعة كاجو كانغون، الأطراف بين الآسيويين والمساهمة في التقدم الدائم في آسيا. وقد كلفت اللجنة التنسيقية التايلندية شركة دار سك العملة الكورية وتصنيع 345 ميدالية ملونة حق الفائزين ما بين ذهب فضة وبرونز، وأيضا الألقاب الممنوحة للرياضيين. أروح إلى ظهر الوجه الأمامي للميدالية، وهو عبارة عن جبل سوراك، وهو ما يمثل الألعاب التلفزيونية الموسيقية كخلفية موسيقية مع الشعار. أما ظهر الخلفي للميدالية وهي تميمة جومدوري، وكان قطرها 60 ملي متر وسمكة 5.4 ملي متر ووزنها 140 جرام. أقيمت هذه الألعاب في 3 مجموعات مختلفة في المقاطعة. هذه المجموعات شنو اسمها؟ يونغ بيونغ وكانغ نونغ، بالإضافة إلى تشون تشون وهي المجموعة الثالثة. اشتق اسم يونغ بيونغ، نوضحها لكم، ما لازم نقولها على الفاضي، لا لا لا، كل مجموعة لازم لها معنى. اشتق اسم يونغ بيونغ من منتجع يونغ بيونغ. في تاريخ 2/12 في عام 93 أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن كوريا الجنوبية راح تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الرابعة في عام 99، وكانت كوريا الجنوبية تهدف في البداية إلى استضافة الألعاب الثالثة اللي فاتت اللي صارت في الصين، لكنها خسرت عملية التصويت وتم منح دورة الألعاب لعام 99.
أيضا الأماكن اللي شهدت الأحداث في هذه الدورة يونغ بيونغ، منتجع يونغ بيونغ هو التزلج على جبال الألب، واللجنة المنظمة حلبت يونغ بيونغ للتزلج على الجليد، بالإضافة إلى التزلج السريع على مسار قصير، بالإضافة إلى التزلج الفني وحفلات الافتتاح والختام. مكان إقليمي للتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد كان في مدينة أو مجموعة كانغ نونغ، وهي حلبة كانغ نونغ للتزلج على الجليد بالإضافة للعبة هوكي الجليد. أما نقول المجموعة الثالثة في مدينة نقول المقاطعة هذه تشون تشون، وهي حلبة تشون تشون للتزلج على الجليد في الهواء الطلق مفتوح والتزلج السريع، وفعلا تم تنظيم فعاليات التزلج بنجاح كبير على الرغم من انخفاض معدل تساقط الثلوج. يعني ما كان في نفس العادة السنوات اللي فاتت أن الثلوج تنزل بكثرة، لكن الأمور مرت على خير، وبالعكس كان النجاح جميل ومستويات شافوها في غير مسبوقة في هذه المنطقة وفي هذه البطولة. يقول لك قيمة هذه الدورة الشتوية الرابعة 43 فعالية لتوزيع الميداليات في 7 رياضات، وتم حذف التزلج الحر من البرنامج. ليش عادها شيء رئيسي؟ لا، يقول لك بينما تمت إضافة فعاليتين غيرهم، وهم إلى طبعا أضافوا إلى التزلج على جبال الألب، خلنا أذكرهم لأنهم 43 فعالية. التزلج على جبال الألب كان بست فعاليات، البياتلون بست فعاليات، التزلج الريفي على الثلج أيضا بست فعاليات، التزلج الفني 4 فعاليات، هوكي الجليد فعاليتين، التزلج السريع على مسار قصير 10 فعاليات، التزلج السريع 9 فعاليات. أرسلوا 14 لجنة أولمبية وطنية آسيوية وفودها، بينما أرسلت بعض اللجان الأخرى فقط مسؤولين. نروح إلى القائمة اللي تصدروا الميداليات. منو 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 يتوقعون؟ الصين. الصين تشاينا هي من تصدرت الدول المشاركة في الحصول على الميداليات، حققت 15 ميدالية ذهبية و10 فضيات و11 برونزية بإجمالي 36 ميدالية، ومن خلفها كوريا الجنوبية صاحبة الأرض والجمهور والدولة المنظمة لهذه البطولة ب 11 ميدالية ذهبية و10 فضيات و14 برونزية بإجمالي 35 ميدالية. أما كازاخستان جاءت في المركز الثالث ب 10 ميدالية ذهبية 8 فضيات 7 برونزيات بإجمالي 25 ميدالية. أما الرابع ذهبت إلى اليابان ب 6 ذهبيات 14 فضية 9 برونزيات، المجموع العام كان لها المركز الرابع. أخيرا أوزبكستان في المركز الخامس ب3 ميداليات ذهبية فضية وبرونزية. نروح لحفل الافتتاح. من حضر حفل الافتتاح؟ رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونغ. كيم داي جونغ هو رئيس كوريا الجنوبية في تاريخ 30/1/99 حضر هذا الحفل في حلبة التزلج على الجليد الداخلية في يونغ بيونغ.
نروح إلى عدد المتنافسين والمشاركين. 14 لجنة وطنية أرسلوا وفودهم. كم منافس؟ 799 تنافسوا بمجموع 38 رياضة. رياضة يعني من 7 دول في التزلج الفني على الجليد في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 99. المفاجأة وين؟ يقول لك المفاجأة في الهوكي على الجليد الرجال في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 99. المنتخب الكازاخستاني للرجال حقق الذهبية. أوف عادي، لا لا أوف بالنسبة حق آسيا. ليش؟ لأن اليابان هي من حققت المركز الثاني والصين المركز الثالث. أما في مسابقة الهوكي للنساء انقلبت الطاولة واختلفت الموازين عن نتائج الرجال، حيث أحرزت الصين الذهبية وهذا الأمر طبيعي، واليابان ثانية وكازاخستان ثالثة. هذه المنافسات كلها أقيمت في خلينا نقول تزلج سريع على مضمار قصير في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 99 في مقاطعة جانجون أو جانجون بكوريا الجنوبية. تم التنافس على 10 أحداث، 5 لكل منها الرجال وخمسة آخرين للنساء. أروح إلى الأحداث العشرة. سباق 500 متر رجال، سباق 1000 متر رجال، سباق 1500 متر رجال، سباق 3000 متر رجال، وسباق التتابع 5000 للرجال. أما النساء فهي كان لهم 500 متر وسباق 1000 متر وسباق 1500 متر وسباق 3000 متر، وأخيرا سباق التتابع 3000 متر للسيدات. في سباق 500 رجال كوريا الجنوبية هي من أحرزت الذهبية عن طريق لاعبها لي جون هوا. الصين أتت بالفضية عن طريق لاعبها فين كاي. أما اليابان هي من أحرزت البرونزية عن طريق ساتورو تيراو. وفي حدث الألف متر رجال فاز الصيني فين كاي بالميدالية الذهبية، والثاني كان للكوري الجنوبي كيم دونغ سونغ. أما البرونزية ذهبت للياباني هيديتو إيماي. في حدث 1500 متر رجال حقق الذهبية كيم دونغ سونغ من كوريا الجنوبية، والصيني فين كاي أخذ الفضية. أما الثالث ذهبت لي جون هوا من كوريا الجنوبية. نروح إلى الترتيب العام لمسابقة التزلج السريع على مضمار قصير في دورة الألعاب الشتوية. أعطيكم إياه في المركز الأول. منه كان كوريا الجنوبية بست ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وأربع برونزيات، المجموع العام 13 ميدالية في المركز يعني الأول. أما المركز الثاني ذهبت إلى الصين بأربع ذهبيات 5 ميداليات فضية وثلاث برونزيات بمجموع 12 ميدالية. أما المركز الثالث اليابان هي من حصلت عليه بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، عندهم 4 ميداليات فقط في هذه المنافسة. أما نروح إلى منافسات أخرى وهو التزلج الريفي على الثلج في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هذه البطولة 99 في الموقع الإقليمي الشمالي حول مدينة المنتجع يونغ بيونغ كانكون كوريا الجنوبية، مع 6 أحداث متنافسة، 3 للرجال 3 للنساء. خلنا ندش شوية فيهم بتفصيل جميل. في سباق 15 كيلو متر كلاسيكي للرجال، وسباحة حرة 30 كيلو متر للرجال، وسباق التتابع 10×4 كيلو متر للرجال. أيضا هناك سباق 5 كيلو متر كلاسيكي للسيدات، وسباق حرة 10 كيلو متر للسيدات، وأخيرا سباق التتابع 4×5 كيلو متر للسيدات. مسابقة الرجال وفي حدث سباق 15 كيلو متر الذهبية راحت حق الكازاخستاني سمير نوف، وأيضا الفضية ذهبت إلى زميل الكازاخستاني بافيل ريباينين، والبرونزية راحت إلى أندري نيفيزوروف في نفس هذه الجنسية الكازاخستانية. أما سباق 30 كيلومتر سباحة حرة حصل لاعبي كازاخستان على الميداليتين الذهبية والفضية لكل من أندري نيفيزوروف وفلاديمير سميرنوف. في المركز الثالث راحت إلى الياباني ميتسو. الميدالية البرونزية طبعا هي من حققها ميتسو. أما سباق التتابع 10×4 كيلومتر حقق لاعبي كازاخستان المركز الأول وحصل على الذهبية، وهم بافل، إيغور، أندري وفلاديمير سميرونوف. أما اليابان حققت المركز الثاني بالفضية مع هيتو وتاكيشي وميتسو وهيرو يوكي إيماي. أما كوريا الجنوبية ذهبت بالبرونزية وحققوها بارك بيونغ بارك بيونغ جو وبارك بيونغ تشول ضار إخوان وتشين دو سون. أما آن جي سو هو كان الرابع بهذا الفريق.
هاي بالنسبة حق الرجال. أروح لكم إلى نتائج النساء في سباق 5 كيلو متر كلاسيكية. اليابانية سوميكو هي من حققت الذهبية والفضية، ذهبت إلى شيشكينا من كازاخستان، والبرونزية إلى الوان من الصين. في سباق 10 كيلو متر سباحة حرة، سفي تلانا من طبعا كازاخستان شيشكينا هي من حققت الذهبية، سوميكو يوكو ياما من اليابان هي من حققت الفضية، أما أوكي من اليابان هي من حققت البرونزية. أروح إلى سباق التتابع 5x4 كيلو متر للنساء، اللاعبات من كازاخستان حققوا الذهبية. لازم أقول لكم أساميهم؟ إيه لازم أقول لكم أساميهم، سفيتلانا غيلينا وأولغا وسفيتلانا شيشكينا. أما الفضية راحت إلى اليابان باللاعبات يوكينو سوميكو كوميكو فوميكو، وايد حلوة أساميهم ما شاء الله على وزن واحد. تبون أقول مرة ثانية؟ فوميكو كوميكو سوميكو ويوكينو، برافو عليكم اللي حفظهم. لاعبات الصين حققوا المركز الثالث بالبرونزية، ليو والوان وشيدونغ وهونغ جو، وهم أيضا حققوا البرونزية. الجدول النهائي حق هذه المسابقة، في المركز الأول كازاخستان بخمس ذهبيات 3 فضيات وبرونزية واحدة، مجموع 9 ميداليات. أما المركز الثاني ذهبت إلى اليابان بذهبية واحدة 3 فضيات وبرونزيتين بمجموع 6 ميداليات. أما المركز الثالث ذهبت إلى الصين بميداليتين فقط برونزية. في المركز الرابع كوريا الجنوبية برونزية واحدة. تنافسوا في مجموع كامل 49 رياضي في التزلج السريع في المضمار من 7 دول في رياضة التزلج الريفي على الثلج في دورة الألعاب الآسيوية 99. الصين 8، الهند 4، إيران 4، اليابان 9، كازاخستان 10، منغوليا 5، كوريا الجنوبية 5. أروح إلى رياضة التزلج على المنحدرات الجبلية في هذه الدورة في مدينة يونغ بيونغ السياحية غانغون كوريا الجنوبية. تنافسوا في 6 فعاليات، 3 فعاليات للرجال 3 فعاليات للسيدات. أعيدت خلينا نقول فعاليات التزلج على المنحدرات الجبلية إلى هذه النسخة من الألعاب بعد ما تم استبدالها بفعاليات التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة. يعني مسمياتهم ترى بكلمات بسيطة لكن التغيير مطلوب ما بين لعبة ولعبة وشنو قوانينها، فلذلك هي عادت بهذه الرياضة من بعد ما كانت غير موجودة في هاربن الصين. كانت هذه الأحداث الرياضية الستة هي التعرج للرجال، وفاز فيها هورس يونغ من كوريا الجنوبية بالذهبية. أما الياباني جوجي كاواغوشي فاز بالفضية، والبرونزية كان من نصيب تشوي مونغ سونغ من كوريا الجنوبية. أروح إلى التعرج العملاق للرجال، فاز فيها الياباني جوجي كاواغوشي بالذهبية بعد ما حقق قبل شوي الفضية في هذه اللعبة، واليابانية ذهبت أيضا إلى هور سيونغ بالفضية، والبرونزية إلى ليكي من كوريا الجنوبية. أروح إلى سوبر جي حق الرجال، أيضا في نفس المنافسة هذه فاز فيها هور سيونغ من كوريا الجنوبية بالذهبية، والياباني جوجي كاواغوشي بالفضية، والبرونزية كانت من نصيب تشوي مون سونغ كوريا الجنوبية. النساء وحضورهم في هذه الفعاليات الثلاثة. التعرج للسيدات، حصلت اليابانية رينا سيكي على الذهبية، الفضية ذهبت إلى أولغا من كازاخستان، والبرونزية ذهبت إلى يو هاي مين كوريا الجنوبية. أما التعرج العملاق للسيدات، المركز الأول أو الذهبية إلى أولغا من كازاخستان، الفضية إلى يو هاي مين من كوريا الجنوبية، والبرونزية من نصيب يوليا كريجينا من كازاخستان. وأخيرا نروح إلى نفس هذه الفعالية سوبر جي للسيدات، اللاعبة هيو هاي مين من كوريا الجنوبية حققت المركز الأول بالذهبية، ويانغ وون يونغ أيضا من كوريا الجنوبية حققت المركز الثاني الفضية، أما الثالثة ذهبت إلى أولغا من كازاخستان بالبرونزية. تنافسوا مع مجموعة 45 رياضي من 12 دولة في رياضة التزلج على جبال الألب في دورة الألعاب الآسيوية عام 99. الصين 4، تايبي الصين 3، الهند 4، إيران 7، اليابان 4، كازاخستان 6، قرقزستان 1، لبنان 2، منغوليا 1، باكستان 2، كوريا الجنوبية 9، أوزباكستان 2. حلوين حلوين حلوين، العدد جميل بهذه المشاركة في هذا المحفل في 99 بهذه السنة الجميلة.
وحفل الختام متى كان؟ في أي تاريخ لهذه البطولة؟ كان بتاريخ 2/6 سنة 99، يعني عندنا الصيف كان صيف وهناك شتاء، شوفوا الفرق سبحان الله. على العموم هذه المشاركة كانت جميلة، ولكن وكأنها مكتوبة للدول المعنيين، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية والصين، أن الأكثر منهم سمعنا أساميهم بالتتويج على المنصة ما بين أول ثاني ثالث. لذلك 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 على الدول الآسيوية أنها تشد حيلها أكثر من خلال مشاركتها بعدد أكبر من اللاعبين وتحقيقها بشكل أفضل للأرقام والإنجازات والميداليات الملونة، حتى تتحقق العدالة في تحقيق الميداليات مع كل المشاركات في هذه الألعاب. وصل الختام، أنا وياكم في ماسكوت الوعد، متى؟ باكر. We'll be right back.